اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، وتحديدا مع خالتي فاطمه اللي هي معيشة اليتامه، دايره مجهول باش تكبر وليداتها في الحلال. كانت خدامه في واحد القهوه كتجيب لي قسم الله، وخا غير نص نهار ديال الصباح واللي تقابل دارها وليداتها، يمكن الاجره ديالها قليله ولكن على الاقل حافظه لها الماء ديال وجهها. مباشره من بعد ذلك كبير وقعوا المشاكل، وبدا الرزق يضيق وبدا الكراك يتجمع. هاد السيده هادي وخالتي فاطمه كاريه هاد البيت واحد المريح صغير اللي فيه كوزينه ب 1200 درهم، سمعت عليها شهرين ديال الكرا بما معدله 2400 درهم ولا 2500 درهم. هنايا مولات الدار ما غاديش ترحم خالتي فاطمه وغتبغيها تخرج، لانه كتقول انا معيشه انا باغا فلوس. هي ماشي ما بغاتش تخلص، ولكن الله غالب. تخيل الناس اللي داك الدجل ديال الخدامي كتخدم في القهوه وليت مشي تبري كولي وتلقى عند الناس باش تقدر تعيش ثلاثه ديال العزاره اللي مازال تقرا وديرها لما جهدها كامل. بغيت نقول لي مالي بيا، دايره جهدها كامل باش تقدر تعيشهم بالحياه وتشوفهم كيقراو، وذاتها كيقراو في اقسام اجهاديه. يعني مثلا نقول لك كان كامل شي ليام باك، فراهما اصعب مرحله. هاد الوليدات اللي كيقراو ما عندهم لا حنين رحيم من غير امهم اللي ضاربه عليهم تماره، هنا غادي يلقاو راسهم كيفكروا، يا اما يتخلاو على الدراسه ديالهم ويخرجوا يعاونوا امهم، يا اما يكافحوا على الاقل ياخذوا الشواهد ديالهم. الام كتقول لك انا ما يمكنش بلادي يخرجوا من المدرسه، لانه هذيك المدرسه هي الحلم ديالي، انا بغيت ولادي يقراو ولا خرجوا بحال حتى شي حاجه ما درتها. ما بغيتش نطول عليكم ونسمعوا القصه على لسان خالتي فاطمه اللي قرأها الزمان وما ديالهاش، ولكن اليوم قصداتكم والله لا يضيع أجر المحسنين. خالتي فاطمة اسمح لي على الدخلة. السلام عليكم عدا، الله يحفظكم أولدي. أنا ولدي مش غنقول لكم بلا ما نقول، أنا ملي مات الرجل ديالي الله يرحمه ويوسع عليه، لقيت الاب ديالي كان هو السند، هو الصديق، هو خويا، هو كل شيء. عمره ما خلاني نبكي ولا نطيع دمعه ولا نمد ايديا، اقسم بالله. وكاع الناس يشوفوا فيا وربي راه شاهد عليا، الا كنت كنبريكولي وكنخدم في القهاوي وكنخدم حتى كيجيب الله يرحمه مسكين دابا عامين باش مات، حتى كيدق عليا الباب كيجي كيحط لي فلوس الكر فوق الطبله، تيخرج معاه الدراري تسوق تيتقداو، ما كاينش شي حاجه اللي يقدروا يحلوا عليها فمهم وما تيلقاوهاش. ما كانش مخصصني من شي حاجه، كيقول لي يا بنيتي داك الرزيق اللي جابو الله تهلا في وليداتك، واحد النهار نموت انا نبغي وليداتي كيقراو. هذيك هي امنيتي الوحيده. من بعد ما مات بلقيت راسي انا شغنقول لك بحال وحيده، انا بغيت وليداتي يقراو. كنكافح، خدمت في واحد القهيوه، كنخدم غير الصباح من 6:30 لجوج باش في العشيه نكون مع وليداتي. عارف دابا الدراري ممكن يجيو ويخرجوا ويضيعوا الادمان الزنقه، يعني باش نبقى رد البال كنبقى لابسه جلابيتي كتوصل 8:30 9:00، خصني نخرج نطلع على هذا نعيط لهذا باش العشره تلقاهم داخلين. كنخدم في هذيك القهوه ب 6000 ريال السيمانه، وصلت واحد الوقيته دار لي 7000 ريال السيمانه. كنشد ديك البركه، بعض المرات ما تناخذهاش في السيمانه، كنقول لي جمع عليا الكنزه، كنجمع الكنزه باش نخليهم في الشهر الكرا والموضوع. تنخرج مع الجوج، كنعرف الناس اللي كيعيطوا ليا، اللي بغات تصب، اللي بغات تخمر، اللي بغات دير شي حاجه، تمشي تنشقى عند الناس. كنمشي نبريكولي ديك البركه اللي تيجيب الله تنجيب بها 100 كال. يعني هذوك البريكولات ماشي يوميا، نقدر نخدم مره في السيمانه، نقدر نخدم مره في 10 ايام، نقدر ما تنخدمش. بعد ما جا العيد الكبير لقاني ما جامع والو، ما عندي ما نجمع، ما داك البركه ما ما اقل من اللي غادي، اقل من داكشي اللي تيتخسر. الحمد لله ونشكره. ملي وصل العيد الكبير بعد ديك التلفازه اللي خلى لي با الله يرحمه، بعت واحد الماكينه، بعت ثمن شي مانطاس، حيدتهم بعتهم كنجمع المهم باش نعاون الكرا. واحد السيد الله يطول عمره تا هو عاوني مسكين ب 1000 درهم، شريت الحولي عييت. من بعد من العيد الكبير غادي نجلس من القهوه اللي خدامه فيها، حيت فيها الوراثه فيها المشاكل. ملي جلست من القهوه بعد فاش كنت خدامه في العيد الكبير، فاش جلست من ديك القهوه كنت بقى كيتسني الكرا، بقى كيتسني الكرا في هذيك اللحظه بدا كيتجمع الشهر ديال العيد الكبير.
بعد ما خدمت ثاني وليت داكشي اللي شديتو تنعطيه لمولات الدار، اللي شديتو تنعطيه لمولات الدار، يعني ما كيجي فين يوصل الشهر حتى كيلقاني يلاه خلصت هذاك الشهر القديم. صافي جلست من ديك القهوه ما بقيتش خدامه، تجمعت عليا دابا شهرين ديال الكره. كنخرج في الصباح تمشي للموقف، تمشي ندور على الناس، تمشي كنحاول ندبر على بريكولات باش نبريكولي، ما جابش الله. مولات الدار وقفت قالت لي ودي راه بغيت رزقي، انا ما دمت كاريه الا راه محتاجه الفلوس، الله يحسن العوان وهذاك حقها. ولكن راه انا الغالب الله راه ما كرهتش ليها. اي تجمعت عليا شهرين دابا وليت ما حيلتي نوكل ولادي ولا نخرج نجمع فلوس لكرا ولا نتشرد. والدراري انا الدراري تيقراو، انا بغيتش نضيعهم، راه امنيتي هو انهم يقراو. حيت الدراري اللي خرجوا من المدرسه اش من فائده ولو يخرجوا يخدموا. الحمد لله هادشي اللي بغيت والله العظيم، اللي كنتمنى نشوفهم في واحد الصوره اللي كنتمنى فيها كاع وليدات الامه الاسلاميه. انا ما لقيتش الجهد الغالب الله ولدي، ما كرهتش هادشي علاش انا اتصلت بكم وكنوجه هاد النداء. القلوب الرحمه للمسلمين، لخوتنا المسلمين يحسبوني اختهم، يحسبوني وحده منهم. انا الغالب الله راه ماشي ديالي وما عمرها ما كانت ليا، وما عمرني ما تمنيت انني تحط في الموقف، ولكني الغالب الله انا ما كرهتش. انا قصدت المحسنين خوتي المسلمين، والمقصود هو الله اللي بغى يشوف من حالي لوجه الله تعالى. انا عندي شهرين ديال الكره، ما طالبه حتى شي حاجه وما طامعه حتى شي حاجه، بغيت نخلص غير الكره. واللي ما تيقنيش وبغى يتواصل مع مالين الدار مرحبا والف مرحبا، يعني خليني انا في على جنب ويتواصل مع مالين الدار مرحبا والف مرحبا، ما عنديش مشكل. هادشي اللي كنتمنوا من الله، هادشي اللي كنتمنوا من الله. نعم 06 28 28 06 31. صفر ستة 28 28 06 31. شكرا لكم الناس اللي أكيدوا معنا في هذه الوقت المباشر، نتمنى الخير لك أخالتي والله يدير تيمة ديال الخير. يا ربي أمين، الله يحفظكم أولدي، الله يسركم. وأنا كنطلب من الناس المحسنين قلوب الرحمة وقلوب الرأفة يشوفوا فيا بإنسانية ويشوفوا فيا بواحد اللي عندي الرحمة، يحسبوني أختهم وحدة منهم. كيف ما يكون الحال انا خصها مسلمه، وانا بغيت نعيش وليداتي بالحلال حلالا طيبا، ونشوفهم في واحد الصوره زوينه. انا ما بغيتهمش يخرجوا من المدرسه باش واحد يمشي يبيع ليا الخضره، ولا واحد يمشي يتزلوق، ولا ما كتعرفش الوقت شنو تجيب. الدراري ملي كيخرجوا للزنقه ما نقدروش نحكموا عليهم، راه في الدار دابا ولا شد التليفون ما تقدرش تحكم عليه اشنو تيقول في التليفون، ولا اشنو كيدير، ولا اشنو من موقع داخل ليه. ولكن غير هادشي ما كنتمناه لا لوليداتي لا لوليدات المسلمين. سمحوا لي اخوتي، الله يطول عمركم الا طولت عليكم، سمحوا لي بزاف. وانا كنشكركم والله يجازيكم بالخير. شوفوا فيا على وجه دوك الوليدات، الله يطول عمركم وشكرا لكم بزاف. الله يرحم لكم الوالدين. ثم سمعتوا القصه ديالها، عافاك لما قدرت التعاون جماديا فبارطاجيو غير هذا اللايف، الله وعسى نلقاو ناس اللي يعاونوا خالتي فاطمه. الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. كان معكم علاء، السلام عليكم.